السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى يا ربي تكونوا ان شاء الله في صحة جيدة. مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم غنديروا واحد التحلية بدون سكر وبدون فلان وبدون جيلاتين، اللي كتجي رائعة بالمكسرات وصحية. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. كما كتشوفوا اللي كتجي كريمي وشادة راسها، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. ندوزو المقادير والطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. ندوزو المقادير. كما كتشوفوا عندي هنا لتر من الحليب قسمته على جوج. عندي هنا واحد ياغورت، ممكن ديروه مسوس ممكن ديروه حلو. عندي هنا جوج معالق ديال اللوز. نتوما ممكن غادي ديروا الكاوكاو او القرقاع او البيستاج اللي عندكم في المكسرات ديروا. عندي هنا التمر، عندي هنا الشوفان، عندي هنا جوج معالق ديال المايزينا او النشا، عندي هنا جوج معالق حتى ثلاثة ديال الزبيب او العنب المجفف. صافي ندوزو. نجيب واحد لتر من الحليب، ندير فيه داك التمر، ممكن نطحنوه نديرو في الحليب باش يتسلق، ندير داك الزبيب او العنب المجفف. صافي نردو واحد 4 حتى 5 دقائق على النار مهيله باش يرطب. نجيب لتر حليب لاخر، ندير داك الشوفان، ممكن طحنوه، انا كيعجبني هكا حبوب بهذا الشكل، ممكن طحنوه ولا تخليوه هكا. ندير عليه داك لتر ديال الحليب باش يرطب. ندير جوج معالق ديال المايزينا، صافي نخلط الكل مع بعضياتهم. هنا غنجيبو داك اللوز، ممكن تشلوه ممكن تخليوه هكا، انا غادي ندوز غير نقطعو بالموس او لا دقوه. من بعد ما قطعنا داك اللوز نضيفو مع داك مايزينا وداك الشوفان، صافي غادي نخلط كلشي. نضيف عليهم داك العلبة ديال الياغورت، صافي نردهم على النار مهيله، نستمر في التحريك باش ما تلصق داك المكسرات. صافي من بعد ما يغلي كيبقى هذا هو الشكل ديالو. صافي ندوز نديرو في الكيسان او اي حاجه عندكم كديرو فيها التحليه.
صافي كيبقى هذا هو الشكل ديالو. من بعد ما عمرناه في الكيسان نخليوه حتى يبرد يتدفى شويه وندخلوه للثلاجه باش يشد راسو مزيان. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالو اللي كيجي رائع وصحي. كما كتعرفوا ما درنا فيه لا جيلاتين ولا فلان ولا سكر. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. الى عجبكم ما تنساوش تشاركوا في القناه. السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.